النهاردة أنا عندي مطعم معروض للبيع في منطقة باشا سكلاه. هو ده شكل المطعم من الخارج. هنشوف دلوقتي المطعم من داخل. ده طبعا هنا ده مكان للاستقبال او الكاشير. فينا ده مكان تاني. هنا انا عندي هنا ده المطبخ. جوه كده بقدر ادخل المطبخ. هنخش نشوفه دلوقتي بس خلينا هنا. ده مكان هنا تلاجة العرض. مكان هنا للفرن نفسه. دي طبعا ده مكان طبعا الجلسات. دي تلاجة فيها المشروبات والسلطات. فينا عندي مكان تاني. عندي هنا ده مكان تدفئة. مكان ترابيزات. في ترابيزات خارجية وفي ترابيزات خارج. برضو الجزء الخارجي طبعا كمان برضو مقفول ازاز. ممكن في الصيف بيتفتح. موجود طبعا تدفئة وكل حاجة. عندي هنا الحمامات. عندي هنا ده المطبخ. مساحته كبيرة. مساحة المطبخ كبيرة. هنا ده طبعا ده الفرن نفسه. مكان الفرن. المعجنات كل الكلام ده كله.